وللحديث بشكل أوسع ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ والشيخ هاني عبد المجيد كرد، وكيل محافظة لحج سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساءكم سعيد إن شاء الله. إذن كيف تنظر لهذا الموضوع الشيخ هاني ونحن نتناول المواسم الجبال المتعددة التي تستغلها وتستثمرها الميليشيات الحوثية، ولا سيما المولد النبوي للتحشيد لجبهاتها ولاستثمارها ماليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، طبعا ليس غريب على هذه الميليشيات التي تقوم بنهب أموال الناس وتستغل مثل هذه المناسبات الدخيلة على المجتمع اليمني، والهدف من هذه المناسبات هي فقط التحشيد ونهب أموال الناس. فقد اعتادت هذه الميليشيات أو ميليشيات الحوثي سنويا على استغلال المناسبات التي تخترعها أو جاءت بها من خارج اليمن، من إيران ومن غيرها. فلا يكاد المواطن الذي يعني يعيش حياة الفقر والتعب بسبب هذه الميليشيات لا يكاد ينتهي من أعباء مناسبة حتى تأتي مناسبة أخرى بأعبائها وأثقالها، سلب ونهب للمواطن التاجر منهم والفقير. لا فرق عند هذه الميليشيات بين يعني فقير وبين غني أو غيره. المهم عندهم كيف ينهبون هذه الأموال ويجمعون هذه الأموال حتى أصبحت السنة كلها مناسبات، ومن اعترض فالسجن والتعذيب والتقتيل. وهذه المناسبات هي دخيلة كما أسلفت طيب شيخ هاني، لهذه الدرجة تصل بهذه الميليشيات الحوثية المتاجرة بالدين واستهتارهم أيضا بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قافلة الرسول، يعني هذا شعارهم هذا العام، قافلة الرسول الأعظم؟ يا أخي، يعني الإنسان العاقل الذي يريد أن يفهم الحق من الباطل ينظر، هل أولا هذا الفعل الذي يقومون به أو ما يسمى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي رضي الله تعالى عنه، الذي يدعون كذبا وزورا أنهم ينتسبون إليه وأنهم يعني يتكلمون على مظلوميته وعلى مظلومية أولاده الحسن والحسين؟ لم يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يفعل هذا علي، ولم يفعله الحسن ولا الحسين، ولا حتى من جاء بعدهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام زيد وغيره. وإنما هذه البدعة أو هذه المناسبة التي يعني أراد من ابتدعها ومن اخترعها ليطوع الشعب أو الشعوب، وقد كانت أول ما بدأت هذه البدعة في مصر في عهد الدولة الفاطمية التي كانت تحكم مصر في تلك الفترات، لما شعرت الخلفاء الفاطميون، لما شعروا وشعر المعز بدين الله الفاطمي أن الشعب المصري بدأ يتضجر وبدأ يعني يفكر في أن هؤلاء فقط ينهبون أموالهم، وأن هؤلاء فقط يريدون تقويعهم لصالح مشروعهم، وأن هؤلاء يستغلونهم، وأن هؤلاء لم يحققوا لهم أدنى مستويات الحياة الرغيدة، الحياة التي يعني يفترض أن يعيشها الإنسان. فلما رأى هؤلاء الفاطميون تململ الشعب اخترعوا لهم هذه ما يسمى بالمولد النبوي، وكان هذا أول يعني مناسبة تقام باسم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه المناسبة قاموا
بنهب أموال الناس وبتطويع الناس، ومن كان يخالف كان يضرب وكان يسجن وكان يقتل، نهبت الأموال، شرد الناس تحت مظلة ما يسمى بالمولد النبوي. هؤلاء اليوم هؤلاء الحوثيون هم واقعين يعني هم بين أمرين، فإن يعني قالوا أن إذا سألتهم هل هذا الفعل أو هذا المولد فعله علي، فقالوا لا، نقول لهم طيب هل أنتم أعلم من علي رضي الله تعالى عنه، هل أنتم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله تعالى عنه؟ فإن قالوا إن علي مثلا لم يصل هذا الأمر أو لم يعني يخطر في باله أن يقوم بمثل هذا الفعل الجميل الذي يقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يطعنون في علي رضي الله تعالى. إذن دعني أشارك، دعني أشارك أستاذ هاني، دعني أشارك معي عبر سكايب الشيخ عبد الله النهيدي القيادي في اتحاد الرشاد اليمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله، لا على الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله تحدث، نحن على هواء الشيخ عبد الله. السلام عليكم، لا على الشيخ عبد الله، فقدنا الاتصال بالشيخ عبد الله. اعود الى الشيخ خاني، كيف تنظر الى، يعني تحدث قبل قليل عن هذا الجانب وانه كذلك مارسها الفاطميون في مصر، يعني استشف من حديثك ان هذه هي الممارسات التي يتبعونها في كل مكان وفي كل وقت وزمان، وتختلف شعاراتهم من وقت لاخر. يعني الحوثيون يتبعون هذا الطريقه وهذا الاسلوب بالرغم، ويستخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كشعار، بالرغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني رسول محبة وسلام، وهم يتخذونه للحرب ولشن حربهم على الشعب اليمني. نعم هذا الأسلوب، يعني كل الفرق التي يعني تريد السيطرة على الحكم أو تريد تطويع الناس لصالح مشاريع ضيقة ومشاريع لا تخدم الأمة بشكل عام، إنما تخدم أسرة أو تخدم قبيلة. أنا أقول أن في قبول بضع سنوات السنوات الماضية تحول الحوثيون من كونهم مجرد حركة دينية محلية في محافظة صعدة ليصبحوا سلطة أمر واقع التي تسيطر على الحاسمة صنعاء وبعض المناطق اليمنية، فهم لم يكونوا سوى مجرد حركة متمردة على دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها ودولتها وسلطاتها في نظر الدولة وفي نظر الشعب والمجتمع. طيب ما الذي يثبت الآن الجماعة الإرهابية المتمردة الحوثية هذه؟ هي تعلم أن الشعب يرفضها وأن الشعب لا يمكن أن يقبلها، وأن الناس سوف، وإن صمت الناس وسكت الناس بسبب الصدمة أو بسبب يعني بعض الأمور، إلا أن الناس سيثورون عليهم كما سار آباؤنا وأجدادنا من ثوار يعني 48 إلى أن وصلنا إلى الثورة المجيدة، ثورة 26 من سبتمبر. لذلك هم يقوموا بوضع يعني هناك عوامل تساعد هذه الجماعة على الظفر بمثل هذه القوة التي تمثل. ما هي هذه العوامل برأيك؟ نعم هناك طبعا يعني بعد انهيار مؤسسات الدولة يعني وجدت هناك فرص أفردتها التنافسات المحلية والإقليمية، يعني هناك يعني إما ممكن نقول هناك مصالح إقليمية دولية، هناك صراع بين الأحزاب السياسية في اليمن أدى إلى يعني استغلال الجماعة الحوثية لهذا الخلاف وقاموا بالتوسع والانتشار، إلا أن السبب الرئيسي يعود في المقام الأول إلى ابتداع يعني من أهم العوامل التي يعني سهلت للحوثيين السيطرة والتمكين في صنعاء. في المقام الأول ابتداع الحوثيين المناسبات الدينية، هذا أمر خطير جدا، مناسبات دينية مذهبية والاحتفاء بها واستغلالها في تجهيز المقاتلين والتحشيد وجمع الأموال وأيضا نشر الأفكار. إذن شكرا، وغيرها. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ هاني عبد المجيد كرد وكيل محافظة لحج السابق، شكرا جزيلا لك، ونلتقي في برامج أخرى إن شاء الله تعالى.